مكملين برضو في البنك المركزي، ده خبرنا الرابع. البنك وافق مجلس إدارته على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. البنك المركزي ذكر في بيان أن الموافقة تأتي استنادا إلى أهمية دور شركات ضمان مخاطر الائتمان في تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل، خاصة المشروعات التي تفتقر الضمانات الكافية، واستكمالا للمبادرات الصادرة من البنك المركزي لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تضمن إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020. المبادرة دي بتساهم في دعم هذا القطاع الحيوي واللي بيشكل حوالي 70% من الاقتصادات الناشئة ومن الاقتصاد المصري، بخلاف انه بيوفر فرص عمل للشباب وبيحد من أزمة البطالة. كمان الحكومة وافقت النهاردة على إنشاء المعهد العالي للدراسات المشروعات الصغيرة ببني سويف عشان تشجع وجود فكر ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وكل ده بيعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجه بشكل رسمي في الاقتصاد الرسمي. كنا بنقول ان البنوك ما بتسلفش المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي ما عندهاش خبرة، فلما تيجي خطوة زي دي ويبقى في ضمان للمخاطر يمكن ده يشجع لتمويلات أكبر من القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويبقى فيه حركة رواج في الفترة اللي جاية.